بسم الله، وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. وفارعوا بها يعني يزكلوا، يلقاو كل شيء موت، كل شيء مش عاجل بلوغ مقصدهم، كل حد عنده رغبة في الوصول باكرا وبسلام. حتى إذا وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتهم رياح عاصفة. هذه إشارة إلى تقلب الأحوال، سواء كان على الفل ولا الطائرة ولا صواريخ ولا أي بنت، لابد من تقلب في هذه الحياة الدنيا، مرة يوم لك ويوم عليك، وهذا ما جرى. وفرحوا بها، جاءتهم ريح عاصفة أوراغون فيولون، وجاءهم الموج من كل مكان، والموج هذا كالجبال عرش، معناها تحرك الأرض وتحرك الرياح العاصفة مستخلق تكون سبب أمواج عاتية كالجبال. هنا مش تقلب ما يكون فرح، مش يكون رعب وهلع. أنا أشوف الصورة اللي يكون ربي مطلع بدقة على أحوال الناس في سعيهم مهما كان والسعي. تو مو قال ربي يا معشر الجن والإنس في سورة الرحمن، يعني تحرك في أقطار السماوات والأرض، ما تجب تحرك إلا ربي ميسر لك التكنولوجيا. هذه التكنولوجيا فهموا أغلب الناس اللي هي مستغنية عن اعتبارنا هولك إله. لكن التكنولوجيا مش من صنع إله، مش ربي عطاك يا إنسان باش تولي تنظر للكون بطريقة أخرى حتى تسيطر عليه إلى درجة ما. والسلام.